بالنسبه له اللي هو ما بيخسرش اول مباراه في الدوري. تعادل مع فريق كبير كان متاخر بهدف وقدر يرجع في الوقت الضايع. المباراه الثانيه قدام النادي المصري، النادي المصري اللي شغال في افريقيا بشكل جيد، الاهلي برضه شارك في افريقيا، فالفريقين على المستوى الفني والبدني جاهزين. كان في غيابات في النادي الاهلي المباراه الاولى، اعتقد هيبقى في عوده يمكن لفتحي او لحسام عاشور، اكيد هيعملوا اضافه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد كان في اخطاء المباراه الاولى، كانت واضحه يمكن في نص الملعب. انا بمثل الاخطاء كلها يمكن تمثلت في الهدف اللي دخل في النادي الاهلي. لما تشوف الهدف اللي دخل في النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي، ده تجسيد للمواقف السلبيه والاخطاء الدفاعيه في وسط ملعب النادي الاهلي. من الدبل باص، يمكن لو معاك الهايلايت دي، الدبل باص اللي حصل، الناس بتتفرج، مفيش الضغط اللي كان موجود في النادي الاهلي بالهدف اللي جه، ده تجسيد لموقف اخطاء يلخص المباراه كلها في اللي كانت موجوده فيها النادي الاهلي. اكيد النهارده العوده الموجوده، اكيد التحليل اللي حصل من للتيم في المباراه اللي فاتت من مستر كارتيرون، اكيد هيصلح ويعدل، وعارف قوه النادي المصري، وعارف اهميه اللقاء واثاره المباراه والحساسيه بتاعت المباراه نفسها. اكيد كل فريق عامل حسابه بشكل جيد. طبعا في الجانب الاخر كابتن حسام حسن برضو اكيد عامل شغل بيفاجئ بيه النادي الاهلي دايما، مباراه بيقدم مباراه كبيره كابتن حسام امام الاهلي والزمالك، فاكيد عامل حساب المباراه بشكل جيد، وممكن يعمل يعني يفاجئك بحاجه في التشكيل او طريقه اللعب في الملعب. هنشوف ده. طيب كابتن، يعني تكمله لكلام الكابتن حماده، طبعا مفيش شك يعني مباريات الاهلي والمصري يعني تكمله لمباراه الاهلي واسماعيلي، يعني زيها زي الديربيات دايما متعارف عليها من زمن بعيد. يعني يكفي ان تواجد وتاريخ النادي الاهلي مع تاريخ النادي المصري، ديربيات كبيره كلنا عشناها، ويمكن يعني كلنا كنا في المجال وكنا عارفين قد ايه اهميه هذه الديربيات، وقد ايه انها بتؤثر بالسلب وبالايجاب اللي عند جمهور الفرقتين. فالنهارده انا يعني شايف ان هي مباراه لتاني اسبوع على التوالي للنادي الاهلي من العيار الثقيل، خاصه ان كان الاسبوع اللي فات مع النادي الاسماعيلي اللي هو وصيف الدوري السنه الموسم اللي فات، النهارده مع ثالث الدوري النادي المصري، ودايما الدربيات ديت لها طابع خاص، طابع خاص عند الجماهير، طابع خاص عند المهتمين، عند حتى المحللين، حتى عند اللاعبين ذات نفسهم. زي ما قلت لك المره اللي فاتت ان المباريات اللي زي ديت ما بتحتاجش شده من اللاعبين، خاصه امام النادي ممكن تحتاج العكس، انت تهدي بالظبط. هي مشكله النادي الاهلي اللي بيقابلها يعني، وده اللي مكتوب على النادي الاهلي من 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 زمن بعيد، يعني ان هو النادي البطل، النادي اللي بيدور على مركز واحد هو المركز الاول، فكل مبارياته بالنسبه له بتلعب خارجا وداخلا على الثلاث نقاط، تلعب على فرصه واحده فقط لا غير. يمكن اللود شويه على النادي المصري، يعني بيلعب على نتيجتين، نتيجه تحقيق الفوز وتحقيق التعادل يرضيه، خاصه امام النادي الاهلي. فانا شايفها مباراه حماسيه داخل الملعب وحتى على خارج الخطوط بين الكابتن حسام وبين مستر كارتيرون. في النهارده برضو في تنافس كبير مدرسه فرنسيه ومع مدرسه مصريه، وفي الشك يعني برضو لابد ان ندي الكابتن حسام حقه الامانه. خلال 4 سنوات مع النادي المصري في طفره كبيره جدا جدا مع الفرقه، وفي استقرار، ودي حاجه استقرار ايجابي جدا 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 يعني الامانه. يعني دخل في يعني السنه اللي فاتت ان هو يحافظ، ويمكن كان امبارح السنه اللي فاتت كان الدوري مشتعل، كنا انه يحافظ على مكانته ان هو يخش ثالث وصيف، وبعدين اكتسب يعني خبرات كبيره جدا جدا من مشاركته في البطولات الافريقيه. في شكل البطولات ديت بتثقل التيم بخبرات، لانك بتلعب مع مدارس مختلفه. فالنهارده لما بتخرج من البطوله الافريقيه وبعدين بتلعب في الدوري المحلي، مفيش شك تحس ان في فرق كبير جدا من الخبرات انت بتنقلها للاعبين وبتنعكس عليك داخل الملعب. فالنهارده مباراه من العيار الثقيل، اتمنى ان انا اشوف النهارده مباراه اولا تجمع بين اخين يعني شقيقين داخل الملعب، في تنافس مفيش شك، 3 نقاط هما الفيصل اعتقد في اجنده مستر كارتيرون. طيب كابتن اسامه، دايما مباراه الاهلي والمصري يا كابتن سيد من المباريات الحلوه، المباريات القويه بيستمتع بها جمهور الكره المصريه، لا تقل اهميه عن مباراه الاهلي مع الزمالك او الاهلي والاسماعيلي، بالرغم ان السنه دي يعني الدوري العام السنه دي هيبقى دوري ممتع، دوري قوي جدا. احنا شفنا من مستوى الفرق كلها في الدور الاولاني وبعض الفرق في الماتش الثاني، شفنا جونه مستعد سداد كويس، شفنا بتروجيت لعب ازاي قدام الاسماعيلي وقدام الزمالك، ف
فاحنا من البدايات بتقول ان احنا داخلين على دوري قوي. كل المباريات الفرقه البطل هتبقى مباريات قويه، مفيش مباراه النهارده ممكن يبقى مباراه سهله. كل هدف هيبقى الثلاث نقاط. المصري عنده استقرار الفني اللي هو المطلوب في كره القدم، وعنده الاستقرار من اللاعبين، دعم بتدعيمات كويسه.